بعد توقيع عقد شراء شقة سكنية، قد يتبين لك أن الشقة التي استلمتها تخالف في خصائصها العقد الذي وقعت عليه. لذا، ما هي المعلومات التي يجب أن تتأكد منها قبل ما توقع؟ قبل ما توقع مع همام حبيب. في أول الأمر يجب عليك أن تعرف من البائع، هل هو شخص أم شركة إنشاء. عند شرائك من شركة إنشاء فالخطأ غالباً إن حدث يكون من غير قصد، أما الشراء من شخص ما عندها مخالفة العقد إن حدثت غالباً تكون مقصودة، لذا استشر دائماً مختصاً عقارياً. ثانياً، عند شراء شقة سكنية عليك أن تتأكد من استمرارية ملكية البائع لها، وذلك من خلال مراجعة وثيقة تدعى قيد الطابع. قبل أن توقع أيضاً يجب التأكد من رقم الشقة التي تريد شراءها ورقم البناء والطابق الموجودة بهما وكتابة هذه البيانات بشكل صحيح في العقد. توثيق وتدوين أسماء الأجهزة الكهربائية في العقد إن كانت تسلم مع الشقة. هنا في تركيا تسلم المشاريع غالباً مع كل شقة فرن وطباخ وجلاية صحون وساحب هواء، ولا تسلم عادة ثلاجة، فعليك التأكد من محتويات الشقة قبل توقيع العقد. أضف إلى ذلك أمراً في غاية الأهمية، مساحة الشقة الصافية. ضع بالحسبان أن للشقة الواحدة ثلاث مساحات مختلفة وإليك تفاصيلها. أولاً المساحة الصافية، وهي المساحة القابلة للاستخدام في الشقة والتي هي محط نظر المشتري. ثانياً المساحة الكلية، مساحة الشقة الصافية مضافاً إليها سماكة الجدران وأيضاً الأدراج والمصاعد والممرات. ثالثاً المساحة الإجمالية، وهي المساحة التي تتضمن مساحة الشقة الصافية والمصاعد والأدراج والممرات والحدائق والمواقف وغيرها من الخدمات المخصصة لكل شقة على حدة. العرف الجاري في تركيا هو بيع الشقة بمساحتها الإجمالية التي تتضمن مساحة الشقة الكلية والخدمات المرافقة لها كما ذكرنا. إليك هذا المثال الذي يوضح بند المساحات. شقتان لهما نفس المواصفات في مشروعين مختلفين. الأولى الفرق بين مساحتها الصافية ومساحتها الإجمالية 40%، الثانية الفرق بين مساحتها الصافية والإجمالية 30%. فبكل تأكيد اختر الشقة الثانية ذات النسبة 30%، فالمساحة الصافية بها أكبر. بناء على ذلك ننصحك بزيارة الشقة التي ترغب بشرائها إن كانت جاهزة، أو رؤية مخططها إن كانت تحت الإنشاء، علما أن شقة العرض النموذجية في المشاريع ينصب تركيزها على التشطيبات وليس على المساحة. هذه كانت أبرز الأمور التي يجب معرفتها والتأكد منها قبل توقيع عقد شراء شقة سكنية. تحياتي، إلى اللقاء. قبل ما توقع مع همام حبيب.